سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في رواية عن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، ويلهمه مع فقه في الدين إلهام الإيه؟ الرشد. ودي الفقرة دي مهمة في الحديث، لأن قد يكون فقيه لكن قد ينحرف بالفقه، قد ينحرف في الفقه فلم يلهم رشده. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، أن يلهمنا إيه؟ رشدنا إن شاء الله. إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. يريد تحفظوا هذه الأساسيات، هذه الأساسيات. لا زال الحديث موصولا مع أئمتنا الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشارحه الإمام أبو البركات الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعهما الإمام الدسوقي والإمام الشيخ محمد عليش رضي الله عن الجميع إن شاء الله. الإمام يتكلم عن الطاهر، يقول: والطاهر بول وعاذرة عن الروس من مباح أكله إلا المتغذية منه بنجس أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا. كل الحيوانات مباحة الأكل، بولها وعذرتها طاهرة. احنا عندنا ما هي الحيوانات مباحة الأكل؟ الجاموس، البقر، الغنم، المعز، الطيور الداجنة، حيوان الوحشي اللي هو الحمار الوحش، يعني الحاجات اللي احنا عارفينها. هذه بولها طاهر وعذرتها أي روسها إيه؟ طاهر. وإحنا قلنا في الأسبوع الماضي جاء ذلك في قصة مين؟ جماعة عرينة اللي هم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يستطيعوا العيش في المدينة، تعودوا على العيش في الصحراء، فأمر النبي عليه السلام بزود من الإبل ويخرج معهم واحد يرعاها ويأكل من ألبانها ويشرب من أبوالها. وفعلا خدوا الألبان والأبوال فسمنوا وصحت أجسادهم، ولكنهم للأسف قتلوا الإيه؟ الراعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بفرسان يذهبوا ويأتوا بهم ويفعلوا بهم كما فعلوا بالإيه؟ بالراعي. نعم. فالشاهد في الحديث أن المباحات من الحيوانات روسها طاهر وبولها طاهر، بالإضافة إلى يعني لبنها وغيرها. وبعد الشيخ بيقول: تحقيقا أو ظنا. أنت إذا كنت متحقق من البول، ده بول حيوان طيب اللحم أو مباح الأكل، أو تظن غلب على ظنك. طيب افرض أنا يا ترى هذا البول من حيوان مباح الأكل ولا من حيوان غير مباح الأكل؟ أنا عندي شك. احنا عندنا التحقيق سهل والظن ما يغلب على الذهن، لكن الشك بين الطرفين. استوى عندي يا ترى يكون من
حمارة في البيت ولا من البقرة هذا البول؟ فكشك نشوف يا ترى الحيوان اللي احنا شك في بوله وراوسه شأنه أكل المباحات الطيبة ولا أكله للنجاسات ويرم في كل شيء؟ والله عندنا الدجاج بصفة عامة خصوصا في القرى بيسيبوه في الشارع ويأكل كل شيء، والفئران تأكل كل شيء. أما النوع الآخر اللي يعني هو لا يأكل القاذورات، الحمام بصفة عامة ينتقي من الأرض الطيب ولا يأكل النجاسات. يبقى إذن عندنا ما غلب على الظن، يعني التحقيق وما غلب على الظن أنه مباح الأكل، تؤكل يعني عضلاته ما فيهاش مشكلة يعني، أو بوله ما فيش مشكلة فيه. لكن بالنسبة تحقيقا أو ظنا، أما ما يشك فيه هل هو من مباح الأكل أو غير مباح الأكل، يا ترى ماذا يغلب عليه؟ إن كان يغلب عليه أنه يرم في الشارع ويأكل النجاسات زي الفأر وزي الدجاج، يغلب فيه جانب الإيه؟ النجاسة. لا، من النوع الآخر زي الحمام هذا يغلب فيه إيه؟ الطهارة. واضحة تظن المسألة دي؟ وخرج بالمباح الأكل، محرم الأكل ومكروه الأكل، وفضلتهما نجسة. فضلتهما إيه؟ نجسة. محرم الأكل معلوم زي الحمار والخنزير، مكروه الأكل زي القطط السباع، فضلتهما إيه؟ نجس، بولا أو حجرة. ومن الطاهر القيء، قيء القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة بتاعت ما تأكل، عندك شوية برد تقوم إيه منزل الأكل مرة تانية. الكلام ده بعد استقرار الطعام في المعدة، لكن انت اذا بتاكل ونزل من فمك الاكل هذا لا زال على طهارته، لسه في الجوف ونزلته قبل ما يصل المعدة برضه على طهارته. لكن امتى؟ اذا وصل لايه؟ استقر في المعدة. ان تغير يبقى نجس، لا لم يتغير يبقى ايه؟ طاهر. يبقى اذا نحكم على القيء بإيه؟ من خلال تغيره، من خلال إيه؟ تغيره. فالمتغير بالنفسية عن حالة الطعام فنجس ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير حالة الطعام فطاهر، يعني الأكل اللي احنا أكلناه نزلناه مرة تانية ما فيش، بس هو فيه صفرة يعني، فيه يعني صفرة أو نازل معها شوية بلغم، لا لازال طاهر. لكن إذا كان متغير عن هيئة الطعام تغير كامل، في هذه الحالة يعتبر إيه؟ نجس. والقلس، إيه القلس ده كمان؟ قلس حضرتك شربت وعندك سخونية في الجوف فقمت أخرجت المية مرة تانية، شوية المية اللي شربتهم نزلتهم، أو شوية الشاي اللي شربتهم نزلتهم، اسمه إيه ده؟ اسمه قلس. اسمه إيه؟ قلس. يأخذ حكم الإيه؟ القيء. إذا تغير عن حالته خلاص يبقى نجس، لا لم يتغير فلا زال إيه؟ طاهرا. والقلس كالقيء في التفصيل، فإن تغير
ولو بحموضة، ولو بإيه؟ يعني كان طيب ثم صار حامضا فنجس، إذ لا فرق بين الطعام والماء. وقال ابن رشد، ابن رشد الجد، تغيره بالحموضة لا يضر. حضرتك انت وانت بتنزل شوية القلس دول مية مية بس طلعت من المعدة مرة تانية، فنزلت كالحامض حامضة. في خلاف إذا كان كالحامض. ابن رشد الجد يقول الحموضة لا تؤثر فيه، لا زالت طاهرا، بينما غيره يراه إيه؟ نجس. وقول ابن رشد رجحه شيخنا، الشيخ الدردير يقول رجحه إيه؟ مين شيخ الشيخ الدردير؟ الله يفتح عليك، الشيخ العدوي الصعيدي، الشيخ العدوي الصعيدي. الشيخ العدوي ده ما شاء الله رب يعني عدة أجيال، كل الجيل بتاع الإمام الشيخ الدردير تربى على يد الشيخ العدوي، جيل الشيخ الصاوي اللي بعد منه تربى على يد الشيخ العدوي، الشيخ الأمير الشيخ الأمير تربى على الشيخ العدوي، الشيخ العقباوي، كل دول أبناء لمين؟ للشيخ الإيه؟ العدوي. وكانت له مكانة، كانت له مكانة عند الحكام. لو الحاكم لم يحترمه أو شاف مني حتى مجرد أنه سلم عليه سلام خلاص ينكره، يضطر الحاكم يروح له ويتأسف له. وفين لما طبعا أنت عارف المماليك كانوا شطار في بناء المساجد، عشان كل واحد يترك له مسجد. فأبو الذهب لما بنى القلعة اللي قدام الجامع الأزهر دي، من الذي افتتحها؟ الإمام الإيه؟ الشيخ العدوي. الشيخ العدوي يفتح بإيه؟ بقراءة صحيح الإمام البخاري. ها؟ بقراءة صحيح الإمام الإيه؟ البخاري. ويقبلون يده، الحكام يقبلون يد الشيخ العدوي، مع أنه رجل لا تولى وزارة ولا تولى مشيخة أزهر ولا تولى حاجة أبدا، لكن لعلمه، لإيه؟ لعلمه فقط، وإخلاصه للعلم، وإخلاصه للعلم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا، كل سنة طيبة أنت. ورجحه شيخنا تبعا لبعض المحققين، وخالف شراحه في اعتماد نجاسته. والطاهر صفراء، فهي ماء أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة. أحيانا تجد فيه حاجة تطلع من بقك صفراء، سلسال كده يطلع أصفر، أو بلغم، أو بلغم، البلغم يطلع من معدة أو يطلع ينزل من الدماغ، وهو المنعك المخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمين أو غيره، لأن المعدة عندنا إيه؟ طاهرة. المعدة عندنا إيه؟ طاهرة. قاعدة الإمام مالك كل حي طاهر، كل حي طاهر، ما دام أنت حي إذن معدتك لا زالت إيه؟ لا زالت طاهرة. لأن المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة، كما يخرج منها طاهر. طيب ما ليه ما دام طاهرة ليه تقولون القيء إذا تغير؟ القيء طالع منين؟ من المعدة. قالوا لا،
القيء استحال إلى فساد، استحال إلى إيه؟ إلى فساد. ولو كان كما كان في المعدن نزل كما هو مفيش مشكلة، لكن يتغير، استحال إلى إيه؟ تغير من طبيعته إلى إيه؟ إلى فساد. ومن الطاهر مرارة مباح وكذا مكروه، فلو قال غير محرم لا شملهما. إيه المرارة دي؟ كل إنسان أو حيوان في جانبه من الداخل حتة جلدة كده، هو حتة جلدة، الجلدة دي يأتيها رشح من داخل الكبد وتتجمع فيها مادة صفراء، دي تدي نكهة للأكل بحيث لا يفسد الأكل لغاية ما يتم هضمه. حكمة العليم الخبير أدى الإنسان هذه المرارة عشان إيه؟ الأكل المرارة دي تديله شوية إيه؟ جزء من الماء الأصفر ده يسهل هضمه ويحفظه من التغير حتى إيه؟ حتى يهضم. ولذلك أحيانا المرارة دي تيجي فيها شوية حصى، يقول لك فلان ده عنده حصوة في المرار، حصوة في المرار دي. أحيانا بعض الناس يضطر إلى إزالة المرارة بحالها، بس مسكين اللي تزال المرارة بتاعته ده يبقى تعبان في هضم الطعام، تعبان في هضم الطعام، لازم أكل خفيف عشان يقدر يهضم، لأن المادة المساعدة في الهضم خلاص راحت براحة بإيه؟ بزوال الإيه؟ بزوال المرار. الآن فيه نظام جديد بيفتتوا الحصائد منين؟ من الخارج، جهاز كهربائي يفتتها، لكن بعض الحصوات لا تستجيب للتفتيت فبيزيلوا المرار. وليس المراد به نفس الجلدة، احنا بنتكلم عن ما في المرارة وليس في المرارة نفسها، ليس في الجلدة اللي هي فيها المادة الصفراء دي. ليه؟ لأن الجلدة دي جزء من الحيوان، جزء من الحيوان، إن كان طاهر فجزءه طاهر، إن كان حيوان نجس جزءه إيه؟ نجس. وكذا مكروه في قولي وكذا مكروه، فلو قال إيه؟ في قولي وكذا مكروه فلو قال غير محرم. أي يعني هو إحنا قلنا مباح الأكل أو مكروه الأكل، مباح الأكل أو إيه؟ أو مكروه الأكل، مرارتهما طاهرة لكن المادة الصفراء اللي فيها، إنما بالنسبة للجلدة اللي تسمى المرارة دي سواء كانت من مباح الأكل أو مكروه الأكل فهي طاهرة، لأن كله ما دام الحيوان طاهر إذن جزءه إيه؟ فالجلدة جزء من الحيوان. لأن مراده بالصفراء الماء الأصفر الذي يخرج منين؟ من الحيوان حال حياته. والمرارة هي مرارة الإيه؟ الحيوان المزكى، ولذا قيدها بالمباح. وأطلق في الصفراء، وهذا ظاهر من كلامه واعتراض الشارع عليه في غير محله. المهم على أن احنا عرفنا أن ما يخرج من المرارة هو إيه؟ إن كان الحيوان حي فهو إيه؟ حي ما فيش مشكلة فيه، إن كان مباح الأكل أو مكروه الأكل. أما إذا كان حيوان غير مباح الأكل تبقى مرارته إيه؟ نجس، لأنه نجس.